ولا ليال كني ودرسي شن يلباتانات كتابك متممة الآجرومية للإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى قيمتي نصبها مرضها كسبة حني واجب كأها حد قيمتي نصبها وراجح أيها بنوشي وقد يترجح إنه راجح نقضاء الأركاء يعني النصب نصبه أسرع الوكر بقاي مفعولا معه الوكر بقاي على العطف إنه كراجح نقضاء الأركاء عدفك إنه راجح يعني واجب ما كما وابنايا لكن إن الكر بقاي راجحة ساس أجي ذوي نحو قولك آتراه ذوي قمت وزيدا قمت وان استاقي وزيدا ومع زيد من آتراه زيد معيسا نستاقي آتراه خاص أي راجحة صوت الراجح أتها وحوي يعني هذه العطف أورن مفعول معه لما أن لقول نصبن عدف كاسي وحيليه وحانا ما ردتي يعني وحوليه شارع حفيري وحكر راجح سيه وهو أرجح من رفعه عطفا على ضمير المتكلم ضمير المتكلم إن لقو عطفه وحكى راجح سن إلا هذا قمت تألك جرت صدمير فكل مسمى دمير متكلم كاس إن لبعد فأول يراهنه وزيد إنا نراهنه وحكى وناسا وزيدا إنا نراهنه محايل لأن العطف عدفك أو على دمير رفعي دمير رفعها أو متكلم كالبعد فاه المتصل لا يحسن لو ناسا نبولي لو ناسا ناني إلا بعد توكيده لدمير المنفصل يعني مركب دمير منفصلة لوحو جي دردد ما هنا دمير منفصلة مركب لوحو جي كذب أيو إيمان كرا لقد كنتم أنتم وآباؤكم أو كلئي أما سيف فصل كلا لجري وحو دونا حلوك لفصلية ما أشركنا ولا آباؤنا ما أشركنا ولا آباؤنا أو كليتو يعني ولا آباؤنا ولا أشرك آباؤنا ويا يعني ساسو كلئي ليرا ولا آباؤنا مركب يعني إن هذا دمير أو ماركب يعني اللي يراه دمير رفعة أو متصلة إن لبعد فاهي موناك سنة إلا إن دمير منفصلة مارك اللي وحوجي أو لدلبي جماها هذه دمير منفصلة اللي جليه مارك كبعد والوحين كرا هذا أيضا نقلته لقد كنتم تعد كنتم تصوى دمير رفعة متصلة سوما لكان الاسم كيدي ويسوما وأنا دمير رفعة متصلة وآباؤكم لما بهن جلبديلة لكن واحد لو جاء قال إنه وعد فأنتم أضمير منفصلة دحجلي أنتم أضمير منفصلة آيات لا دحجلي مرك تاسو كل حديثه ولا أقول لها لكن معها سدى درت نصبها راجعة ضمير متصلة إن لجوء مارت ضمير رفع متصلة إن لجوء عد فاي يا وناك سنين سدى درت نصبها مفعول مطلق مفعول معه ونمر المنكر له أي مارت الراجع وياي وقد يترجح العطف عليه وقد يترجح انه الراجح نقضاء الاركاء العطف عرف كينا عليه يعني مارت على النصب انه كراجح نقضاء مفعول معه انما لو كرده انه كراجح سنقضاء الاركاء سنة مثلا نحو المثال الاولي تسالي اوه الرئي او نوشا غيو جاء الامير والجيش بكو نوشا شاقوية جاء الامير والجيش اوكلا انا والجيش ترهدت كردكتو اي انا ترهد والجيش اوت قدو لا يرى بوكو بنائيه لكن كيف الراجح سن إن والجيش ترى هذا الراجح سن والجيش إلا يرهب أي الراجح نقونا يسوي سببت وحوي اشتراك وضعك على المدو وضعه سوى من جيد جاء الأمير بايمد والجيش ومع الجيش بو يمد فالإله وربيه كرامت الكرد قال والجيش نوو يمد إنا ترى هذا أيضا مارتي يعني متك أو رفعه محنجر عدفك أو راجح يهي أيون نقول يا ويا جاء الأمير والجيش ونحن قولك يخل لم يدفع هذا وي جاء زيد وعمر أيضا فالعطف فيهما فالعطف عدفك فيهما لبدا تساليه ورأيه جاء زيد وعمر تان إي وفيما أشبهه ما وحي شابهيبا أرجحوا عدفك اسمه راجح ويا إن يعني مارتي العطف أي راجح نقول أيو أو نصبه كراجح نقنا إلا يراد جاء زيد وعمرا إلا يراد ومع عمرا إلا يراد وعمر إلا يراد أو لقوله أي كراجح نقنا يسويه حيث زيد
هي عمر لقد هذا مشاركة ذو إيمانه لكن نسبوهنا وبنائه هي وهم ممتنع معها ويا لأنه الأصل إن عدفوا إلا عطفوا أو عدف كل سمائيين لبدا مثال أي أصل أه كان إن معيانا لبدا يروحوا نقنا يا وأصل فوحا أهين بو نقنا يا ويا فصل وأما المشبه بالمفعول به وحاج رماشا أنت أنا فصل كان جاري مرء لبدا وذبا عدف كأي معيانا أي ممتنع يهين إني ممتنع أو نقنا يا مرء أنا العدف كريم مارك لبادنا أنا معي الذي بني كريني ومفعول معه نقل بنس بن كريني سيدا بيت كان أشارحا ماشا تتمت أو نوقر يوكر تتمت نويري يمتنع العطف والمعية لبذب والبنائه في نحو قولك إلا من هذا الكاذو عرفتها تبنا وباء باردا حتى غدت همالة عيناها إلى قبل قاسو كلوية عرفتها دابني بانقوذي تبنا وبؤيا انقوذي وماء بيق باردا يعني ساسو كلا حتى غدت انت كآهاتو همالة عيناها إن ده يلك وشب ما يكاها مارك هلكن وما أنتهس وما أنتهس وهذا وقربك انتهي لكن محاله وقربك مفعول معه لماذا وما قربك صوت وحوي عرفتها تبنى المركة هذا وما أن ومع ماء بان يعني ما رتي يعني ومع ماء ما به كري سدو مصاحبة فرت ما إيمان يسوع مصاحبة لمكة ما به كرتيد محيالي وأجد مركو عنا مركو بيها على اسم من نغن كران وينو مثل انت عبو بهاش او عنا مارت بوشها انت عنا كبعد مركا كدب او مارتي يعني مارت بيها عبو ويا مركا مصاحبة ما دعي كرتو تاوى مدو ومركا مزورو بيسو إلا كردقا وما أنه كردقا سداس معنيه باها اللالي كلا بعد لقو ما عد فكرة الله ما أرنكرا عرفتها تبنا با مارت قوذي أو ألفي وما أن بيها لما علف هذا ولا عبا بيها الوح علف وحال هذا وح كرا العنا لي هذا العلف لي هذا مركل كردقه يعني وح العلف علف وحال هذا اسم للمعروف به بالله وح العنا يقر علف الله قد كتب لي هذا ويا مركب ما رتبون شيء ناسي يواجدي باسي دابدي أنقودي بيها وانقودي لما يرهله بيها وان ولا عبا عبيد بالوشها marka sidaa darteed ugu ma cad fikirtido nasbannimada kuma cad fikirtid kibnanta oo maartay nasbisan marka laba laba mumtanic way marka waxa lagu kan nasbinaya wa ma antara alaftuha tibnan wa saqaytuha ma an badaysa biya waraabiye ficil kala usoo qadarinaysa way waxa lamida gabaygaas dambana waa lamid oo meesha ku qoray asagana idaa malghaniyatu barazna yawman wa zajjajna alhawajib wal uyuna gabaygaas oo kalana waa lamid إذا ما الغانيات قبله ديق طومي أو محيكو ديق طومين قروح يولوكو ديق طومي والإرادة وزينة إلى إسكر قروحيان بمربا أي قروحان وحكى للإرادة استغنت ببيت أبيها عن أن تزف إلى الرجال إما الرجور ستيك ديق طومتي قرق أبيه بدوكو ديق طومتي أيانا والإرادة وحكى للإرادة هي التي استغنت بزوجها عن التطلع إلى الرجال حكى لإنا في رسوح أي كده يقتون تي ننك هذا كده يقتون تي بس ننك لما في الكير نيسو أنت موالي ذا إذا ما الغانيات قبله مارة ديقتومي أما قروحة كده يقتومين أما ننك هذا كده يقتومين أما قرق عبيرة كده يقتون توعي دون تهان نغطي برزنا هذي بحان أو صوبنا بحان يوما مال أي صوب بحان أو زججنا يعني مارة أي جلعيان تسجيد كو حال ذا بمعنى التدقيق والترقيق على ذا الحواجب حواجب وقوة كما ان انده بركود كيا لوي كوان كروي سومالي واخ لو يرا اني ما خا يا سنيه مالنا كواس واي نا ما مركي مارتي سمينه وا قرا وا قريان مركاسي باشي مرنايا وا دودوبيا وحي قروح كرادنا مركا وزججنا اي قران الحواجب سنيه اي قرحيان اي جلجل عيان او مارتي قرقران والعيون ادي اداه ترى والعيون عندما القرى عندما اي قرى لما ديكر مقتا مجل عيال لما ديكر مركا سوى درتا لقما عد فكرة او مارتي عدف لما نقن كرة مصاحبة لما نقن كرتو يعني عندها وحاول مركا وحالو كرد قايرين فعل كلام بالو كرد قايرين وكحلنا العيون بالليه وزججنا الحواجب وكحلنا العيون عندها والا قولة عند كل بالو مسلم اياوية فصل والمشبه واما المشبه به وعمل مشبه كي إلا شبهي بالمفعول به مفعول به قال له شبهي
فنحو زيد حسن وجهه زيد زيد نكلي هذا حسن وجهه وجهه سميده وناكسن يهي يعني حسن كو ناكسن هو زيد وجهه وجهه مارت كو ناكسن يهي بنسب الوجه وجهه الله قربه وسيأتي وان إيمان دورا مارت وحن أو إيمان دورا باب تصفاته مشبه هذا مكان كهد لأنه هذا مفعول به قال أو مصنف كماش أنه وش هي يعني مارت وعمل مشبه بالمفعول به ماش أوليه المشبه بالمفعول به قال وحلوج إلى يعني المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل صفة مشبهة هذا اسم فاعل مشبهة يا صفة أو اسم فاعل مشبهة منصوب كذا المتعدي لواحد يعني كاس صفة مشبهة هذا حلقة من أقد بيسوية نحو زيد حسن وجهه ذا سوكلا بنسب زيد ليه هذا مركا يعني وحوي كرد جدا مشبه بالمفعول به يا مركا لكرد جاي مارت الصفة مشبه هذا منصوب كذا مركا لكرد جايو مفعول به لو ما كرد جايو لكن تشبيه بالمفعول به بلو كرد جايو صلبت وامحي صفة مشبه هذا وحي تهي واللازم أما طلع تصد فعل كذا أيضا لقصو دلالي أو قدبو وما قدبتو مركا سيدا درت بامارتي يعني مشبه بالمفعول به لو أرنا ياويا وأنا ما إيمان دونا باب كذا وباب دونا إن شاء الله تعالى والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب الحال هذا محله ومبحثه حالك وحوي ماشي عن كباريني هل كان وي بوسكي سيوي حن كل حجرنا منصوباتك حن مفاعيشي بان كسوا بحني مركا هل كان حالك بوكبل آضايا الحال يعني مركا اللي هذا هو شارح عليه ألفتي إذا وحوي ومنقلبة عن واو واو بكسو بدشي كسو وريكتي وكسو قدونتي يعني مارتي لما انتود بأي يعني مارت لقولهم في جميعها أحوال مركلة جمعنا لقولهم في جمعها بنجهدها مركلة جمعنا أحوال بالو جمعنا وحال لقصوا دم بشيبوا ليه من التحول أي لكن هو التنقل ووريد حالة انت اللي قوريه مالك حالة اللي قوريه قصاص وكلوية مركز سيدة أفسحاه وحوليه هي والأفسح تذكير لفظه وتأنيث معناه سداسة فسيحة إن حال هذا لفظي هذا مذكر لقدقه لكن معناها مركل معنينا يوم أن نثنم لقى معنيه سدا أوتر هذا كله هذه حال لازمة مركل هذا كله هذه حال معناها هذا حال وتذكير صوت ما هذا راعين لازمة هذه حال لازمة بعده لازمة حال لازم معها وحكله اللي هو يجوز تذكيرهما إلا وذا التذكيرين ويعني ما ركتي ولا أركا حق اللفظ هي معنيه اللي بضبا واللي يرى هذا حال لازم اللي يرى هذا مركا هذا اللي بضنا ماشان كثيرنا وتأنيثهما إلا وذا التأنيثين ويجلتا سيدا مثلا هذه حالة لازمة انت بسكو وذا درته يعني ساسو كلا لكن إن لفظ قال تأنيثيه مع تذكير معناه معني المذكر لقد قاهي فيمتنع بوليه أرنتاس مغرية بنتاي إنا ترى هذا حالة لازم إنا ترى هذا معناه هو ممنوع بوليه على كل حال حالة مركو مسنف كتعريفنا رحمه الله حوليه هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا وقوله تعالى ونحو قوله تعالى فخرج منها خائفا أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا أو منهما نحن لقيت عبد الله راكبين ساسو كالولي وحوير حاله هو حالك الاسم اسموي المنصوب لكردقو اسم كاسو المفسر عدين ايو فسر ايو لمن بهم وحي قرصونا ذي ومن الهيئات هي أذاء هي أدي مركا واضح أهين بنان كأول عدين يبالي رهذابوي
تاسو كتعريفي الاسم مركا للي هاي وحلو جيدا وصف قالو جيدا اسمي والوصف هو وصفنا وحالي هذا ما دل على حدث وصاحبه وصف مثل سفاعل غوكالاتي وحلميتك حدث كشقدي اللي قبتي إيا صاحبك يقبت شقدا وحي كتسيا وصف اللي هذا ساسا لو جيدا يعني وحا لو جيدا ما دل على حدث وصاحبه ذو كوسي فسرى شارحة وحوله ما دل على مصدر وذات قام بها المصدر مصدر أو حدث كي شقدي اللي قبتي إيا ذات أو مصدر كاس أو كقمه يعني مارت وحي كتسيا اللي هذا مثلا هذا قائم أو كلباتري القائم قائم يعني فلان نكل إذا هذا وميت هاجنه قائم مركات هذا كل جد لفظ جاس حدثنا وكتوسنا يا قيام ليه هذا استاج ليه هذا عدي قيام كسمي سيد ذاتني أهنا وكتوسنا يا أو فلان كان استاجي ويان مركا يعني قائم كاس فإنه يدل على ذات اتصفت بالقيام ذات أو مارتي قيام كسف وذي أي وكتوسنا يا ساسولية مركا الاسم اسم كي او وصفك اهاوي المنصوب اهل كردقي حق اللفظك اما محلك لغا كردقي ومنصوب انو يهوي لان حالة انو منصوبتها هي منصوبات كسوة ترني ويان المنصوب اللو كردقو وكاوي المفسر فسر ايو عبين ايو لمن بهم وحي قرصونا ذي ومن الهيئات هي أوين الهيئات حلو جمعنا جمع هيئة وهيئتنا لو جمعنا يا مركا هيئة ذي قرصون طي أيا لي رهدا هيئة هذا لو جيدنا وحالي رهدا الصورة والحالة المحسوسة المشاهدة وصورة ذا حالة اللي تابنك رؤو الأركا أيو أيا لو جيدا ويا يعني سيدا سوكلا مركا وحوليها مثلا أمام محقق هالنقطة أم مقدرة هالنقطة فرق كلام لها هويا يعني مارتي حال سدا سالير هذا هي أبا نجيدة لمن بهم وحي قرصونا ذي ومن الهيئات هي أذاء هي أذى تعبان كرو أما العرك كرو وحلا مدى هويا تاسالير هذا هويا مركي أذاسي إما من الفاعل إما يعني لبيان من بهم من هيئة الفاعل فاعلك هي أذيسة وحي قرصونا ذي عدين تيسل عديو حق اللفظ إنو يهي يعني مارتي من هيئة الفاعل لفظا إنو نغضو أوكلا إنو نغضو تاسو كلب الأركا فاعلك هي أذيسي تيبي قرصوناتي عدين تيب إنو نغضو مفعولك إنه نغضو فاعلك مفعولك ونجر إنه نغضو صدح لا سنو شيء قدونا ويا وكو مثالية يومدكاس وحوير نحو قولك أتره ذوي جاء زيد راكبا زيد منك اللي هذا بايمد راكبا حال كونه راكبا أصغو متسارا وحفوره أي يمد مركا هذا جاء زيد وفعل يفاعل وانخانا راكبا تهن هرت وصف ويته واسم وصف يسو مجيد راكب واسم فاعل منصوب نويته هيو ويكرد قنته مفسر نويته هيو هيئة مجيء زيد أيكو عدين زيد منك اللي يرى هذا إمات كيسة هي أبي يسو ردي سسد أي أحي أيكو عدين ما يساقو اللغين يبو يمن يساقو حسارا بو يمن مرك إنه أصبح راكب كوي مد بكو عدين يا ويا مرك راكبا محلنا وحال منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره وحاله أو زيد أي صاحب الحال كيسيئة زيد أي لقى حالينا يا ومبين وحو عدين يا راكب كني يعني هيئة زيد زيد هي أبي سبو عدين يا وقت مجيئه مركو إيمانه حال كيس هي أبي سسر أي أحد أي كوع ديني راكب راكبا تاسي كوع ديني ساويا وأيه وحلم له قوله تعالى الله هذا الكيس أويري
فخرج منها خائفا يترقب نبي الله موسى مركو ربي كورمي ومارتي يعني مدينة مقال بيسي مصر وكبحي فرعون رسول كبقيه أيوحي فخرج وبحي نبي الله موسى منها قريبي أو مصر أهيد بكبحي خائفا حال كوني خائفا حتى محل شاهد كأن حاله وحوي وخائفا تاسوي خرج صاحب الحال كن والضمير كمستتر كفاعلك ايه خرج فاعلك إذا أهويا مركا خائفا تاسي ورت اسمه ويتهي أو وصفي وليبا خائف اسم فاعل وأنا ما ركت منصوب وكرد قنتاي وحي عدين إيسا هيئة خروج موسى من مصر موسى مركو مصر كبحاي هي أديس السنة أحيد يعني وحي أحيد عبسي أسوء أو كل هانتهي أيو عدين يويا مركو حاول من الفاعل سوى مجد هذا لبدا مثال هذا نسييبا مثال كور الراكبة زيد أو فاعلها صاحب الحال كيريا هل قاسا كحالين من الفاعل كتمت هل كانوا حالك حالين يفاعل كلفتيسي أو هو ضمير مستتر وموسى ونقونا يويا مركو خائفا وحال من فاعل خرج وضمير كمستتر كميش كجراء هو مبين هيئة يعني هيئة موسى وقت خروجه مركو بحيي هي أبي سيدا يهد أسوى إسقرقرين أيو رومان أيو عفصان أيو إلا قبطو أولا دي لكبا قيبو مقالا دي كبا حيبويا لبدا تصالة مسنك حنا وشاقي يعني حالها إن أي تهي يعني ما ركتي إن أي نقطو إما لبيان من بهم من هيئة الفاعل لفظا تا إن أي نقطو تنز لبدا حوالي أو من المفعول بوي يعني وحالي جيلا أو لبيان من بهم من هيئة المفعول مفعول كهيئة ذيسي أو قرصون وحي قرصون من هذي عدين تيذي العدايو نحو قولك هذا كهذي وحي لم يدو أترى هذا وي ركبت الفرس مسرجا ركبت الفرس فرس كيبان فولي مسرجا حال كوني مسرجا سقو مد لكون أيوهو كوريس وحسي ودهيهين أيان كوري أو فولي ويا مركا هذا مسرجا تاس ركبت وفعل وفاعل سواما الفرسنا ومفعول بيوي مسرجا وحوي وحال منصوب علامة نصف فتحة النار في آخره مسرجا تان حقين كحالين هنا الفرس بان كحالين هنا سواما فرس كلا محول وجوغين مفاعل ومسوا مفعول مفعول بيوا هل كاسو كيني مركا مسرجا وحوي واسم او وجد مسرج مثل كوريه واسم مفعول هو يعني مارتي واسم مفعول ويان مسرج مد كوريس لا صاري ويان مركا وصف ويتهرت ووجد ووصف وي ثانيا ومنصوب وكردغن ياه ثالثا وحو عدينيا يعني وحو عدينيا هيئه الفرس وقت الركوب عليه فرس كهي أديسي مركي لكوري ما مد قاوانو عن كورو وضنبوها مس كورو وطي ووحي سوء دمائيين أيو عدين يا ويا تاسنا واتا ويا وحالما إذا مد مفعول بيقا وقوله تعالى بل لم إذا ونحو قوله تعالى وي وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك وأن كدرنه محمد رسولا حال آتاي كل درن للناس ذاتك الله دري حال كونك مرسلا كل درء أبو أهبان ماركتي كدرني مركا رسول هذا معنى مرسل أو كلوي مرسل مدل الدريوي ووصفه أو كلوي مركا حالة وحالة هذا ومد مؤكدة أهيد مركا وان كدرني يعني مارك رسولا تني هذا وحلو جيدا ومبين هيئة الرسول عليه الصلاة والسلام وقت إرساله مركا للدرايي أسقوا أو إلى حق لا قد دري ولا دري ساسو كلام أجيدا ويا وأرسلناك للناس رسولا مركا رسولا تان وحوي وحي صاحب الحال كذا وكافت أو أرسلناك كجرا مفعول به جاء ويا أرسل وفعل مال فعل ماضي وي ناظن وفاعل كيوي كافتنا مفعول به مبني على فتح في محل نصب رسولا تاني وحلق حالنا صاحب الحال كذا وكاف كاوي
مركوا من المفعول به صوما من المفعول به وين لبذا أصلا مركي مفعول به كتم الحالة أو أي تهي يعني إما لبيان من بهم من هيئة المفعول أيكو شيء أو منهما أما فاعلك أي مفعولك متكود أي عدين يهي أذي سيويا لبذا ذا بحبه ذوكين من الفاعل والمفعول يقول لبذا ذكوه ذي مدويا متكود ماهنا لبذا ذوكين ذا نجيلا نحو قولك أترى هذوي لقيت عبد الله راكبيني مثلنا كذلك تدبال ربا عبد الله بالك المي راكبيني أنظو أكو وحسارا أسنعو راكبي أي أما أن راكب أي سوما جيد لقيت عبد الله بان لكل مي راكبين حال كوننا راكبين أنا وأه لماذا نبع وحسارنا اسمه وحسارن يهي أما أن وحسارنا يبان كلنا مرك راكبين ذان هذا نوت هالو راكبين ذان يعني وحوي وحي لما عمت هذا يري سيد الشارح أبو كوشي لقيت عبد الله حال كوني راكبا وكوني راكبا أنا والله بدأ نبا اسمه ساريها أنا عن سارنا هاي أيامني مرك هذا ترى راكبيني لما ضب وقت حالي قرت حال من الفاعل وتهي لقيت ذا أذى لفت هذا الراكب هذا يعني حال كوني راكبا وقت حالي عبد الله إذا كنت أنا حال كوني راكبا لما ذي نبا ركوب بعد سارنا إذن وحبات سارنا إذن مرك لما ضب من المفعول والفاعل لما ضب وقيم هذا من المفعول والفاعل لكن هذه راكبا الإفرادين لها ولقيت عبد الله راكبا أدي له راكبين آدم دي لهين هذا لبض بقوة دعوة نرسوا ما راكبين مركان رام هذه أدي لهين لقيت عبد الله راكبا سدى أدي لهين وهو محتمل نقول لها إما إن فاعلك لو جيد وإما إن مفعول به لو جيد ومحتمل نقول لها ومثلا وهو نقول لها لقيت عبد الله بان لكل مي حال كوني راكبا أنا وحكنا نقول كار لها لقيت عبد الله بان لكل محال كوني راكبا هذه أنا أدلقين يسو متكين من راكبا مركات إفرادي سويا إلا بدي نمولتين لكن هذا اللي بدي نرى فاعلك مفعول به قلوا هذا هو اللي حالي يويا انت سوحوكا قصوا بحي حال هذا تعريف تيدي مركو كوشاقي إيه تساله هذه أيو كسيي هذا مركا أحكامتي حال هذا أي لهي تكو قلايا مسنف كحولي رحمه الله ولا يكون الحال إلا نكرة حالك من نقضى إلا نكرة ما هي نكرة مويه وحكى لمن نقضى محال نكرة الله قد بقايا لألا يشتبه بالصفة سوسا صفة أكان أو سن أشابه في نحو رأيت زيدا العاقلة هذا ترى هذا فيري يعني هذا ترى رأيت زيدا عاقلا هذا ديه لهيد أو نكرين لهيد استفادك مدرسة من سواما عاقلا حال كوني عاقلا لكن العاقلة باتري هذا سدا سكراتر هذا ووصبه وحنجي هذا صفه نقنايا صفه أيو نقنايا مركا سيوسا نقود درسة من وحالي روائنه صاحب الحال كنا كيران نقضاء وسمعرفة نقري هذا معرفة كدكت الصفة بكاشا بهيا تاو حوية وقلبك كوباد ويا ولا يقع الحال ولا يكون الحال حالك من نقضه إلا نكرة النكرة مويه حتى أنت تسأل عن صوت مريني حالكم معرفة وامس نكروها نكروا وضعها سمعين رسولا بأنه قد حنجد الراكبين سوما جد مثناس ومنكروي رسولا ومنكروي مسرجا ومنكروي خائفا ومنكروي راكبا ومنكر كل ونكروي وهذا نكره وجه داويا حتى يعني وحو ليه هاي وحو كون شيء مثلا حدي كلامك عربت اللغو أركو شيء حال أه سلامر كان معرفة هذه الأركو حال سمينا إلا قلبك أدي جسور رقني قاد كدكتي حكمك كدكتي وينو صاحب حالي حالي وينو نقضى نكرة باندرس وماين حدي أسوق معرفة لأركم حال سميني وسنفك حوك ليه نكرة لو بدلا عربت الدساء واستعماشه أسوأ معرفة أعربته نكرك تأويلي أبدل ويا حكا أفسر نكرك أبريجي تاسغ ماشي النوغوش يجي
لكن حكم كان هي سنا وإنه حالك مر والضوء نكر النقضوي هذه شيء معرفة أدركته حاله لازم لازم وإنه منكر أتكلم نكرنا كنت تأويل سال ربا فإن وقع هذا دعاء يعني في بعض كلام في كلام بعض العرب هذا كدعاء باللفظ باللفظ المعرفة حالك هذا دعاء لفظ المعرفة معرفة اللفظ هذا كدعاء وأدركت سبب معرفة فمؤول بنكرتين نكرة مثل لو تفسيري ولو بدلويا ولو تأويلنا يعني محامة كرة وقد قاية وحوليها محافظة على ما استقر للحال من باللزوم التنكيري أيضا لحفظنا أيها حالك وحكسو بناذي وحكسو بناذي إن الحالة النكرة لازم تأى بل إرادنا مركب حالة معرفة هدان أرقنا وين نبدلنا نكرة عن كدقنا ويان تأويل نكرة عن سينا نحو قولهم ويعربت نحو قولك يوحي لمده هوي هذا الكاغو آتر هذا جاء زيد بايمد وحده حال أويهي بويمد هذا حالة واكي جاء زيد وفعل فاعل سوما وحده ناس حالة يا سوما وحده معرفة نسوى نكره ومعرفه نحو معرفه كل مغضي ضمير بلا إضافي ضمير شيء لا إضافي إنه سامر إنه معرفة نقنايو أباسك علم رتبة العلم وتجاي من رؤوس سامر مرك معرفها دون نقضي حالك معرفها دون رجني قاعدين إن السوسي محيه إن أنا كلو كتاويل إن سامر بدل مرك وحده معناه بمحوية أي منفردا أسوي كل جيب أنا منفرد مرك ترى هذا دون كلو معرفة ما ورك واب ما ذوين قاعدين إسكما ورمانين وأسوا فقين ويان تاس وحوية حالة ونكرة حكم كيدو بكوشيغي وينو نكرة نقضى كو هذه الأركو لفظ المعرفة حالة كتمادنا فمؤول من نكرة نكرة لغو بدلها سيدة اتصالة اكسي وكالاتوي والغالب سيدة غالب كا كونه اهانشيه سوي حالكي مشتقا او نقضى وحكوه الرسالة لهذا شارحه كاقوهر مريني والغالب في الحال كونه متنقلا حالة وإنه حالة متنقلة قرقورة يسو وانا شيء كله يكون ثابت كو أهين يعني متنقل محل وجه ذا أي وصفا غير لازم لصاحبه صفاء أنا صاحب كذا مرنا لازمين يعني تارة يوجد وتارة يزول مثلا سيدة هذا تصالي جاء زيد الراكب من هذا تراب ولي زيد من ركوب بوصارين ولي سوما اللغاية مرمرة سوما اللغاية سوما اللغاية حالة أمارة لازمة مارت صاحب الحال كلازمته معها وحوية وينه متنقل ما تواسي والو غينيا بري وحبو سارية قاربو سارية بري فرس بو سارية بري وافقية وهكذا وحو دونو سمين يوم وينه متنقل يهي ساسو كلاب على الربع وحكالاتو ليه والغالب سيد غالب ككونه مشتقة إنه النقضة مد مشتقة إنه النقضة على الربع هذا كان هذا غالبا أوليه مصنفك غالبا تأكليها وحو أغيسين يعني وحو وحد كفها ميساء أن ذلك غير لازم وهو كذلك يعني إنه سنة بذن وإنه مشتق النقضاء لكن حالة مشتق أهين إلا أركاء الأركاء ويان حالة أنا مشتق أهين إلا أركاء مارت وسورو بكريسا ويان مركب مشتق المركب ليها ومصدر مثل قصوة بمبشين النقضاء ساس ويان والمصدر لغا سو دنبشا ويان مشتق وانه يساس اجيدا اي مشتق من مصدر ان مصدر لغا سو دنبشا وي لان المقصود منها الدلاله على الهيئه مقصودك وحوي وهيئه انه كتصال الربا ساس ويان لكن حاله جامد دعوا الاركا او ولي غير مؤول اه marka sida ghalibku ku sheegaya ويان sida ghalibka kaunu مشتقا hada wixii soo marnay wa marata wada mushtaqad wey وحي عن سوى مريني وهو مشتقات ويان كونه مشتقا وحي نجي إذا مركة أولي هاي يعني إنه مشتقي هاي بها الرباب ومركة غالب لفظ الغالب ونكو عبره غالب يعني أنت بذنوي سبب بذن وإنه مشتقي وحال أركاء السجو أوه أنا مشتق أهيني مؤول بمشتق أه إلا أركب على الأركاء سويان السجو أوه يعني مارت المشتق هين لكن مشتق لغو من صوتن بشي لغو تفسيريه او لو بدله لو تاويليه بالاركان خويري مصنفك وقد يقع مؤولا بمشتق
إنه دعابا الأركام أولا كل تأويلية بمشتقل كل تأويلية إنه دعابا الأركام ويا ما أولا بمشتقل إنه نقضى بالأركام مركب مؤول بمشتق بركوري سدح الرموت بكاي كيري دونا سدح الرموت إنه تشبيه كتوسيو يعني تاو كتوسيا وحو كتوسينا يا إنه مفاعلة أو لما ترفح كدعا إنه يهينا إنه كتوسيا واد أركي ساويا كسدحادنا إنه ترتيب كتوسيو ترتيب إنه كتوسيو أيو نقونا ياويا وقد يقع مؤولا بمشتقل مشتق من لو تأويليه لو بدل إنه دعاء أيال أركا حال حالذي إنه دعذبها الأركا ساؤو النقضه وقد يقع الحال جامدا من جامد إنه نقضه الأركا وإنه مشتق يغالب كان رسوما إنه جامد نقضه الأركا جامد كاسوما أولا بمشتق لو تأويليه وسيل لو تأويلنا يا إنه مثلا مشبه يا تشبيه كتسينا يوكل نحو بدت الجارية قبضي با مارتي صوبح ذي أو موقتي قمرا أي أموقتي حال كونها قمرا مرك هذا قمر وجامد وي شيء مشتق معه مشتقات كمد معه لكن وحوى ومؤول بمشتق وحوى ليه أي مضيئة لو جيدة يعني مرك التشبيه كنت سنة يساسي وما جيدة يعني الجارية كأن الجارية قمرا أو كلا أدو يريوي كأن الجارية قمر أو كلا أدو يري أي لم تاي مرك أي مضيئة لو جيدة وي يعني تو إفاي سويان أيضا أو إفاي سو أو نوريس حق قروح دي دي عدانتي إذا أي إساسو كلامي أظاهرتي أموقتي ويان مركة قمرانتان وحال منصوب علامة نسبة حضارت في آخره لكن هو جامد قمرانتا لكن جامد كاسا وحوياي مؤول بمشتق أو مضيئة تاسا لقو تأويلنا ياوي وقال إلا سعوة صوما وهي كاسوا مركو تشبيها كتسنا أيو مثلا جاء زيد أسدا أو كلابا لمدا جاء زيد باي من أسدا حال كوني أسدا أسد هذا مركا ترى هذا وجامد وي مشتق معه لكن مشتق با لو تأويل لو تأويلنا يايو شجاعا أو كلابات أوراني شجاعا جيسي أسوق أهبا أركيوي كان تشبيه كنت تصنع يوي مركا مفاعلة كنت تصنع يوحوي وبيعته وان قد شيقي أما بركي بان إيبيي يدا حال أو يهي أو يعني بيد مدومة بيد يتكل لغو دري ساسو كلا يدا بيد مركا يعني من كيبان كيب سدي بركي يدا بيد يعني وحالا وي هدى ارتانا كلا إيب سني وديني أسنا وبركي بوسيي أن أما بركي الإيبي أسنا العلتي بوسيي ويا بعته بركي بان علي اسكا قد أباها يستي مركا لا ده بعته كذا مركا ترى هذا أباها شيء يستبعينا لكن اشتريته مركا ترى هذا أباها سوق قدانا لسه وريبي ويا مرك وان إيبيي مرك سان ثمن جك سوقات يدن بيدن نبدن أي حالا وي أبدر تانا كقاضي ويا مرك معنى هذا وحوي ومفاعلة سنة يدن بيدن تان يدن حال أو يهي سوما يعني حتى أيضا الجوج نقد ما كنت أي متقابضين أنا وأكل جذنا هنا ويا وأن كلا جذنا هنا متقابضين وي وتثنية هذا إن لقدي متقابضين ما لا لا وقف حكى لجذنا ساتيني متقابضين إن اعتراضي دويا أنا وكل إبسني إنه بان كلا جذني يدن بيدن مرك يدن تاسي وحول وجامد مشتق معها لكن مشتق بالغو تأويليا متقابضين تاس أمجد وأوصافتي كم إذا متقابضين بات هل كاسد كتأويلين يساويا كل سد حاد مركو ترتيب وكتو سنة يوي وحاتري ودخلوا قال قولي قال أما مسجد قال أما مدرسة قال أحاو دون عنه خلو رجلا حال آتي رجلا رجلا يعني من إذن كوعة حال حال الأوكال قال ترتيب قال هور مروي كل ينا قال قلين أهو ذا قلين منه رد لم باتيين مدمد هلو قلوي مدمد رجلا رجلا يعني إذن كوعة مدمد أهو يان قلبا لو جيدا محال جيدا أي مترتبين إذن كوا أه يعني ما أردتي كله الرئيو مترتبين وي هذا هو الجمع وصورت أدخلوا ذو حق قال لي وادت بذن لبقف معه رجولا رجولا تماها لبنن من إيه من كلاه أقل معه هنه مترتبين إذن كوا كله المرأ بقول هداتين مدمد أقل وي طبعا هداتين مدمد أقل أساس وكل وي مترتبين إذن كوا كلا وي مركز سد حلاس حالة أيو مصنف كشيغي سد حلاس حالة أيو شيغي
أو حالك أنتو جامد دعاء يؤول بمشتق أنتو جامد نقضه مشتق لغو تأويلي لغو تفسيرية سدح ذا شيء بكوشي ولا يكون حالك من نقضه إلا بعد تمام الكلام حذلك مركو لما يسترمو مويه يعني إلى هذا كامل مقدم وهي حالك مي ما دويا حال ذو حيمان بعد تمام الكلام ولا يكون من نقضه أي الحال هو وحلوج هذا إلا فضلة إنه ديري هي أمبالوج هذا فلذا لا يقع إلا من بعد تمام الكلام كلامك إنه تام نقضه مويه ما دع سكلاته هذا كامل نقضه مي ما دويا إلا بعد تمام الكلام محل وجد إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة جملة كامل تامة قلاش يعني إنه دعمه يسك لما يماده جملة بركي كامل لغته كدبه يماده ويا تامك معناه يدوا محي أيضا هذا نصيب فسره بعد جملة تامة بكوسة فسره بمعنى وحن وجد أبو يري معناه حوي أنه حالكي من نغضه ليس أحد أنه حالكي ليس أحد جزء أي الجملة ليس أحد جزء أي الجملة جملة لبدا يدا جزء متكمله من نقضويا حالك لبدا جزء جملة لا لهي متكمله حالك من نقض معناها وحاوه هدي مبتدئ خبر راهي خبرك أبا مبتدئها متكمله من نقضويا لبدا يدا منك من نقضيه وحكا ديريبو نقضا هدي فعل يفاعل يهي فاعلك من نقضيه وحكا ديريبو نقضا مركو فعلك يفاعلك السماء اسمه كذب أي حالك نيما داويا واللي فهمسني يا سوما وساس أجيدا مرك هدين ليه يعني فضله وإنه نقضه ديري أو نقضه بعد تمام الكلام إنه يماده بعد جملة تامة إنه يماده معنى هذا اللي مجيد ولا قد يختون يهي ماها تاسو الربع إنه كوزي شرح هذا لقى كافتومي كره ما حالك لفتيسي لقى ما كافتومي كره أو والله ده هي جملة هذا الكوعبة عمتاي وليس المراد مراد كي دانت اللي قال يهي ماها بتمام الكلام مركل ليه بعد تمام الكلام هم نقضه حالك هاي ما دمرك كلامك تام النقضه لما يسترمه دبديد مراد كيدو معها أن يكون الكلام كلامك إنو يهي مستغنيا كد يقتون عنه عن الحال حالك متكد يقتون إنو يهي لو ما جيد بولي حالك ما يقتون هذا الكوبة هي بدليل قوله تعالى الله هذا الكتاب دليل هو ورب محوري ولا تمشي في الأرض مرحا الدفيري ولا تمشي في الأرض مرحا مركات الأهضر مرحا تاسا هدى محيطاي حالة ذيوي هل كانت كحالة ينسى تمشيد الدميرك كجلو فاعلك دميرك مستطرك بصاحب الحال كيديهي ولا تمشيها سعون في الأرض لك رحلسا كسعون مرحا حال كونك مستكبرا هذا مدسوينين كبرا سقاط قاضي حق سعون وي مركا فيري هدية هدى يعني إنا الله بهنين معنى هذا ما أهب الربات صالح وكوه كيناي هدي مرحا تلقر يبو أولا تمشي في الأرض الإيرادة هذا الكهذا سعوناي ميا دولك كل كرس عنه حقيقك لقف كرس عناي وإن دولك كرس على مركز تبا ولا تمشي في الأرض دولك كل كرس عنين يعني ما أهل معنى هذا حلو جيدو ولو باهن يهي مركز تبا في الأرض مرحا مرحا تاسوي ما هني سعود أرض الله كركيد أو كسعود تلقو مدي دني كبر إسقاطقات إن أرض الله وكرس عطوي وحل ودي دني مركا حالا بعد تمام الكلام مركا إيمان يسو معنى هذا معها إلا قد يقتون يهي أولو باهن يهي هذا البدن شارح هوس كترنا يا حالة مارة حالة إيو عامل كيدا كده حي سد حاله كوكينا يا هوسا كمطالع يسمنا انت إن شاء الله تعالى هذا ماشي مركو حالكي كسوا بحي أي صاحب الحالكي كو قلايا صاحب الحالكي أي ماشي المصنف كو قلايا ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة حالة وانا كرا نرسمين صاحب الحال كي ولا يكون ما هذا صاحب الحال حال صاحب كذي لقى حاليني إلا معرفة معرفة موي وح كلام النقض كما تقدم سيد الناس وهر مرتي هذا أنت ترني النفيري صاحب الحال كمركز معرفة وعاس وما هي ما يعني مركز جاء عبد الله لقيت عبد الله هذا ترى هذا ضمير بو هذا كبكته أمس عبد الله ذا إضافي سن عبد الله إضافي سن مفعول بيجا إلا شيء لفظ علم لا إضافية سنمحو نغضة ومعرفة نغضة سماهين أو جدا ومعرفة وي
كل وحانه جاء زيد زيد ومعرفوي يعني مارتي فخرج منها هو ضميرك مستترك أو فاعلك وضميروي وأولا صاحب الحالك ومعرفه حالة نكرم النقضويا ما هنكره انت صور مرره كما تقدم في الأمثلة تتسالون إنك سيدنا نوغس غور مرتي كو أو أمس هدوس صاحب الحال نقنن نكرة يعني وحا ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو نكرة إلا نكرة نكرة ما يوحك لما نقول نكرة أو بمسوغ يعني وحا وجه ذا يعني بمسوغ نتبني أي مجوز لمجيء الحال منها شيء بني أو عن تنسي إن حالة أسير كتماد عن تنسي وحقوب بني يسيدا مثلا مبتدها يعني ما أرتم مركو نكرية هي إن المبتدى يستنكر الآن نكره أن مسوق وذنين لو دي دنيا هي قال لي هي صاحب الحال كنا هدي أو نكره نقضى وإن مسوق وطا وحن تنسي أو بني أو كبغو يعني أو قلاده أنا بني إنه صاحب الحال نقضى يعني ما أرتي إن جرويا سوى نكرة مسوقات كمركة دور شيء ومسنف قال كأنه وقشي قدونا حيالا مسوقاتك إن كرادة أيضا أو صاحب الحال كي أو منكر يهي إنو ماركتي صاحب الحال أو نقضو أو حالذي أي كتماد مسوق وقد دقايو دور شيء ونو قد دقايو تكوباد وحوي مد أقوه الرئيس ومسنف كنو شيء قايو وحوي وإنو ماركتي أو هرمرو حالذي إني ماركتي صاحب الحال كي دكو هرمرتو حالة إن صاحب الحال كي ذكور مرت إلا التخصيصيه إضافة لغو تخصيصيه وكلا بادوي إن نفي يشبه النفي وحلى مدر لغا لهر مره يعني وامد السدحاد ويا يعني إن النفي أما سياق في سياق النفي يشبه النفي عمل إنا يدعضه أنت سكو قمت أنت سكو هاي شيء قدونا نحو قولك يوحي لمدر آترا هذوي يوحي حالة ذي أو يعني صاحب الحال كي منكرة لكن مسوق وته عقوق مثال مركو أو مارتي حالك هر مري أو صاحب الحال كي سوكا دوا مري في الدار جالسا رجل باتري في الدار دار نحن إذا أيو جالسا حال أو يهي رجل من متفضي أو يهي وي رجل في الدار جالس أو كلاوية يعني جالسا حال أو يهي مركو جالسا تان هدا وحاول رجل تاس أي واحد تهي ومبتدأ مؤخر سوما في الدار إذا هو خبر كيودي مقدم أوي جالس أنت صاحب الحال كبا كهر مري أو رجل أنت صاحب الحال وحنجة الحال كبا كهر مريو صاحب الحال كيسو رجل هذا وكهر مري مسوقاتك كميديا هي ويا مسوقاتك أي كميديا هي وساويا مرك جالسا وحالنا حال من رجل وسوغ مجيئه منه تقدمه عليه كهر مرك أو كهر مري أي مسوق وقدكتي إن كرادة صاحب الحال أي نقطة رجل كأه وحال ذا كهر مرت أي نقطة ويان كلا بعد وقوله تعالى ويان ونحو قوله تعالى في أربعة أيام آيات سواء سواء تاس في أربعة أيام سواء سواء توحال منصوب علامة نصف الحرف دارت في أخي ويان وحال ذا حالين من في أربعة تاس لقى حالين آية حال وحوي سواء أنت وحال من أربعة نوي أربعة نوى نكره صوبة جديد لكن نكره بها سواء التخصيصية يعني وحال لغو التخصيصية بإضافتها إلى الأيام أيام الله إضافية أربعة مضاف أيام مضاف إليه مر هذه إلا إضافية أيضا هو مسوقه ستاويا صاحب الحالك والأقل يا مركزك الهدي أو إضافة أو هستوي وقوله تعالى بلمدا الله هذا الكيسي أويل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا ما أنا هلاق من قرية قرية ما أنا هلاق إلا والحال إلا لها إنه أيضا أسقنا ذنب وإيه منذرون كودقه مركا لها منذرون ذا جملة ذا أسأى أي مارة حالة ذي أهوية لها ذو خبر مقدمة منذرون ومبتدى مؤخر أوي صاحب الحال كان هو من قرية تاس أيام ما رحتي
صاحب الحال كذا نقنا قريه دو نكره سو مجيد صاحب الحال كي ونكره ما حمرك مسوق وقدغي وحي بعضي نفي با لغلا هرمريو ما اهلكنا في سياق النفي بيد عدد نكرده سويا وما اهلكنا اي دعدي ويا وصدح وي صدح بو نو شيغ كان افراد ولما جاءهم كتاب من عند الله بو نو شيغ وقوله تعالى وي الله او يري ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا قراءة الشادك وقراءة الشادوي محايل قراءة انت سواهرتي وحيوال اخريان مصدق سماهين سورة البقرة كجرت ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم سماهين نبذ فريق مهد ايداس ما وكانوا من قبل يستفتحون ويتاسوي مصدقا تمرك وقراءة الشادوي بالنسبة لاخريوك بالنسبة إلى آخرية ويا مركا هذا محرشات كان مصدقا تاسوي أيضا مصدقا بحالة ذي صاحب الحال كنا وكتاب كيوي كتابنا ونكرة وأجيدة محام مسوق كدقي أو عنتنسيي ولا تخصيصيي تي هرب محاله وخصيصي إضافة سمعين تي أنسومري في 4 أيام تن وحاله تخصيصيي نعتي أو ظرف لغو نعتيي ويا ظرف لغو نعتيي او اه من عند الله داس ويان ظرف كاس ايا لغو تخصيصيي عند داس ويان مصد او صفة اهان لغو دقي كتاب كتاب كاسو من عند الله الله حقي كأهادي مركا هدي لا تخصيصيي وصف لغو تخصيصيي نعت لغو تخصيصيي صفة لغو تخصيصيي ايا مسوق بيهي ستايو ايا نكراء صاحب الحال انه نقضى الله اقول هذا ويان وقراءة الشاهد كان مركا مصدق الله اخريوه انت سحكو شيغي يعني ما رتي صاحب الحال كيبو كاغا بحي حد ما يشهر مسنك حنو قليا حال ذا انا ظرفنا النقطه جار مجرورنا او نقضه ايو كو شيغي لبدا سمكو قوغسو ختم ياوية وتقع الحال حال ذي ويدع ذا ظرفا حال ايتهي ايضا ظرف ظرف كو نقضه يعني ما رتي حال ذي با ظرف نقطه نحو قولك اتراضوي رأيت الهلال بين الصحابي رأيت الهلال بان أركي حال كوني بين الصحابي ضررت بحيد وكجره رأيت الهلال فعل وفاعل ومفعول به وي. بين ذاس أي وحيت هاي ظرف محالي ده وظرف مكان سوماها منصوب علامة نصف فتحة ظاهرة في آخره أي ذانا بين مضاف الصحابي مضاف إليه وي. وظرف مكان منصوب علامة نصف فتحة ظاهرة في آخره بين مضاف الصحابي مضاف إليه وي. وان اضافين مركو حال هذا الظرف وما اضيف اليه ظرف كي وحال اضافه يا الصحابي ذا ايا وحيت وشوفوا جمله وي شوفوا جمله ظرف كسمين جار مجرور في محل نصب على الحال من هلال الهلال ذا سال لقى حالين يا صاحب الحال كذا معرف وجد الف لام وتاء بين الصحابي حاله هي هيبان اركبات وجارا ومجرورا ايضا احبت وي دعضا حالتي جار مجرور اي دعضا نحو قولك أترى ذوي نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته مركي قارون لقوا الرماي الله حير فخرج وبحي قارون على قومه بكسو بحي حال كونه في زينته يعني ما رت زينة ذي سمد وتأويه كسو بيه حد في زينته جار مجروكاس أي حال كيئة جار مجروكاس أي حال كيئة صاحب الحال كنا وخرج ذا فاعل كذا سماها إلا وقارون وحصوب حي وكاويا مركا إنه جار مجرور في حرف جار زينة مجرور بفي وعلامة الجر كسر ظهرت في آخر زينة مضاف الله مضاف إليه مبني على الكسر في محل نصب في محل جر مركا وحال هذا والجر والمجرور وحوي يعني مارتي جار مجرور كاس أيام وحالنا في محل نصب على الحال من ضمير المستتر في خرج خرج ذا سألق حالين أي خرج كائنا في زينته أما متزينا سقو أميدس قرحنا أي صواب حي وي ويتعلقان اللوذن هذا أنصوه شيقنا يظرف إيجار مجرور كيه وحي كدقان أو يكحرمان بمستقر مركي مفرد لو جيدو مستقر وحلي ذا أو استقر ذا مركي جملة لو جيدو أي كسقنا ذا وي مستقر كاي استقر ذا سو محذوفيني كوالا جريئة محذوفين أيوك ولا جرى وجوبا واجبا ما الله جرى ويا حيا لكون مطلقا لكونه ما كونا مطلقا أيهين وي مركز سداسة الله جرى
ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير. هل كان حكو شيقي حال كلفتيسا حدا وحن سو أركي نودا قرى يدواتو نوسو شيقي سو مجد وصف إنو يهي اسم وصف عالية إنو مارت النقضة ظرف جار مجرور إنو النقضة حدا إنو جملة النقضة جملة خبرية إنو النقضة أيو كو شيقي. لكن جملة خبرية مركو النقونا أيو وحو نقوني إلا جملة جملة خبرية مركة يتهي جملة خبرية للي يأتي خبر كدعي سكرية ما جملة خبرية وحالي هذا ومدى إنشائي عكسي يساوي جملة إنشائية جملة خبرية جبت موقتك جملة خبرية مركة للي يهي ومدى إنشائي عكسي يدي مدى أوام حي وحالي هذا التي تحتمل الصدق والكذبة يعني جملة مركة الله شيئه خل يبين لبضر احتماشه تسأل إلى هذا حتى هداتر هذا قام محمد هداتر هذا إنه استاجن وصورة قال إنه سنستاجن وصورة قال سوما لبدا بروني بين لبدا بوي احتماشا لكن جملة إنشائية ذا ومد أمر كالوكسيون يو قم إذهب إيه مركة ترايين وكلا بين إيه منا ما هو أمر هدى بحين يسوي سوما وأمر هدى دي بيسو مركة ويقع دعا حالك جملة جملة أيو دعا جملة أم اسمية هنغطة أم فعلية هنغطة جملة أو خبرية أما خبرية حال أيتهاي جملة خبرية به جملة خبرية جملة خبرية أوها مرتبطة متك حرنة بالواو والضمير مرك جملة خبرية إن الواو هي الضمير والجيل كحرنة كو إن الضمير كليج كحرنة لبو إن الواو كليج كحرنة سدح سدح راس مد سدح راس من قناة سوية مرك حكوس هرمري مركي جملة مرتبطة أيتها بالواو والضمير مركيتها أي كوسة هرمري مصنفك يعني وحوليها لابد في الجملة إذا وقعت حالا من أن يكون لها رابط يربطها يعني محوري بمن هي له وحي لحي وحكحره وإن جرى الرابط اسكحره جملة هذا خبر دعي جرتي وعن كوسة مرنا باب الخبر مركي دعا الرابط اسكحره جرى صومها جملة أنها حاليا نقطه جملة حاليا نقطه وإن رابط أيضا وحي لحيد كحر وإن لها لابوليه مركا حد بالواو والضمير بالوحر نحو قوله تعالى أيدي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا سماهين وحالي خرجوا من ديارهم ألم تر ما أركت إلى الذين كوي خرجوا بحي من ديارهم قريوا ذكسوا بحي وهم والحال هم أيقبا ألوف أيهين وهم ألوف مركا هم تا يعني وهم ألوف انت هم تو مبتدا سما ألوف انه خبر كيديوي وهم ألوف هم تا مبتدا ألوف انه خبر كيديوي مركا واو ضاسنا ماشي كجرتا جمله داس حاليه ده اه حد مبتدا خبر ككوبن لبا شيء رابط به هيستا واو او وهم كجرتو ايه هم تلفتيره ضميرك حيال وحلو علنا يا الذين خرجوا كوي بحيبا لو علنا يا وهل كاس صاحب الحالكو وخرجوا فاعل كذا ووغاس ايا صاحب الحالكي اويا مركال كاس لو علنا يا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم والحال هم أيهو ألوف أيهم مركا جملة هذا الرابط كو اسكحرا ووغا يا ضمير كاس سلجر اويا لبدا اسكحرا لكن جملة داس ايا في محل نصب على الحال اه وهم ألوف انتس وذاتهم انتداي خبر كنكوبا أي في محل نصب على الحال أو بالضمير بين نقطة يعني مرتبطة بالضمير ضمير كلي متكحرا فقط أو كلية أي نقطة ويا وودي أيسا لجرين وي وودي لما جرت ضمير كلي نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو اهبطوا غبطة بعضكم قاركين حال كونه حال كون بعضكم قاركين عدو عدو أويا لبعض قارك كلو عدو أويا يعني إذا كو قاركين قارك كلا عدو أويا هو متكين متك كلا أظلم من أيو دكت أو سبني كهرب طويان آدم إيو حواء إيو وحي يعني مارت أولاد ولي إيو دكت إسلجري أو دم بالوجي ذا من السماء كهرب سوسا سماين بعضكم قلنا بدو بعضكم لبعض عدو سماين أيدي مرك النبي الله آدم يقصد اسمك أي شجرة عرين بلوجي ذلك كبح عليه منها من الجنة من السماء كله
مركا حدا حوي ضمير كليها حدا اسكو حراي بعضكم ايبد هو فعل امر مبني على حذف النون سوما ووضن وفاعل كيوي بعض ضوم متديسنين عدو تدمن خبر كيدوي لبعضكم جار مجرور كاسن ايبد هو كتعلق يا سوما مركا بعضكم تاس ضمير جملة بعضكم مبتده خبر كأهي عدونا جملة بعضي حالة أيضو حالة بيبا جملة نقطي ومبتده خبر كأكوة بنسوما رابط كسكو حرا يمرك كيوي وبعضكم كافكا كجروي كافكاس وضمير كاس وضمير كله أو سواو لجرين هذا رابط مارت رابط كسكو حرا وكاوي سوالا مفهمي واي أو بالواو فقط ووضع كلي إلى نقطه أو أي سلجر ضميرك أو سلجر ويان نحو قوله تعالى لئن أكله الذئب الله كحكا يونا يا أولاد يعقوب لئن أكله الذئب ونحن عصبة لئن أكله هديء عنا يوسف الذئب ييدي هديء عنا ييدي هديء عنتو ونحن والحال نحن أنهنا عصبة جماعة نحن ذو متديسنا عصبة وخبر كيديوي يعني إما إذا الخاسرون ساسو كلبوها مركز جملنا حالية دعذي لين أكله الذئب مركز صاحب الحال كنا وحوي ويوسف وحلق حالين لين أكله وحس أوعنا يويا لين أكله الذئب مفعول به قاس أوه ضميرك كجرو قاس صاحب الحال كذي نقنايا هدي أوعنا الذئب ييجي ونحن عصبة جملنا مرك ونحن والحال نحن عصبة تاء رابطك جملنا حاليا اسكو حرايو ام من هي لها كعلنايا وووغ او ونحن كجيرو ويان كلغي او اسن واحد ضمير لا سونين ايا لو جيدا ويان يعني تاسا لو جيدا ويان مركا حالك وحليه لين كله الذئب وحليه هي وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من الذئب وحونا وفاعل كلاج حالينا يا ضمير كما مفعول به وممكن أملينا ضمير مفعول به كان لاج حالين كرو يا حد ساسه علي شارحة لين كله الذئب غير منفرد والجملة مرتبطة بالواو فقط بنا مركز صاحب الحال كالذئب بكدجي ونحن عصبة ويان مركز واو ضاس أي وحي تهي رابط كسكو حرايا مركز جملة ذا هذه جملة أي يعني حالة ذي أي جملة بعضه رابط كسكو حرايا هي سد حب من نقطة سماها إنه ضمير يواو النقطة إنه ضمير كله النقطة إنه واو كله النقطة وأنت سندو مثالي والله سبحانه وتعالى أعلم ولا ليال هل كاس وحانو قد ماضي درسيجي شن يلباتانات كتابك متممة الآجرومية للإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى.